ما بدقش فيك سيرجيو بياخد وائل عرقشي كمان يلي رح ناخد رايه. يعني وائل اليوم صعب وكثير المهم عليكم، فريق حكمة عملوا اداء كبير، شو رايك بهالجيم؟ صراحه غياس كثير انبسطت بالجيم، يعني بعرف هون عم نشوف المدربين كلوز جيم كنا خسرنا، بس ذيس از وات وي نيد. ذا فيرست تو جيمز كانوا كثير بشعين، كانوا بلو اوت وينز. هذا الفاينل فور الحقيقي، يعني مش اول تو جيمز. صح صح. برافو لنادي الحكمه، نحن عندنا غيابات، عندنا غياب صالح، عندنا غياب شمعون، حكمه لعبوا بطريقه كثير حلوه. بس كان فاول اوت كان ثلاثة، يعني هيك صراحة ات واز ا تاف جيم، سو شيء طبيعي الحكام يسافروا هيك فاولات. بس اجين وي نيد ذس، ات واز فيري نايس جود انه ربحنا اخر النهار. بعتقد هيدا فيك تقول مبروك للباسكت اللبناني، رجعنا جبنا شوي حماس بالفاينل فور اوفر تايم وهيك مشكل هلا وان شاء الله خير. لا ما في شيء، ما في هارد لك وائل. بدي اسالك اليوم انتم بالنهائي للمره الثانيه بيروت بتاريخكم الفاينل بطوله لبنان لكره السله، راح تواجهوا يا الرياضي يا فريق دينامو، انت مين حابب تواجه؟ غياس اللي بده يربح البطوله لازم يواجه مين ما كان. لا لا بقى انت مين حابب، مين حابب تواجه؟ ما في اقول لك مين حابب واجه، يعني لا صراحه يعني there are two big teams. انا باعتقاد الرياضي حيخلص السيري نكست جيم، وبعتقد حنواجه نادي الرياضي. يعني كيف برايك بتشوف انت الماتش اب؟ يعني بالمجري كان انت اكثر واحد بتعرف هيدي المواجهه. It's gonna be a very nice matchup. يعني هلا الرياضي رجلجوا، رجعوا جابوا سمعه، جابوا كانوفيتش عم بيلعب بطريقه احسن. So it's gonna be a very nice game، والافضل يربح. بدي اشكرك اكيد.